سيبيلال تكاليف الانتاج فيما يخص في العوامل الفلاحيه، فكل المدخلات اللي يستعملها الفلاح لتوفير المنتوج نتاعو فهي مدخلات خارجيه استوردوها من الخارج ماهيش من الداخل، وبالتالي حتى تنظيمها وكيفيه دعمها صعبت، صعبت الامور ما قدرتش تتحدد، وبالتالي لابد من اعداد استراتيجيه لانتاج هذه المدخلات محليا ولو بشراكات اجنبيه باش نقدروا نتحكموا فيها ونقلصوا من فاتورات تكاليف الانتاج، لانه اذا كان قعدنا نستوردوا المدخلات الفلاحيه كالاسمده كالادويه كالفيتامينات ككل، وبالتالي ما نقدروش راح نقدروش نتحكموا في المدخلات ونضبطوا تكاليف الانتاج، لانه السوق اليوم راه يضبطوا العرض والطلب. لا ما ننساوش باللي انه الاخوان الفلاحين وهما مشكورين وفروا منتوجات اللي باعوها ب 10 دينار وباعوها ب 15 دينار وهي استقامت. ليه باعوها ب 10؟ في السوق احنا نهضروا نتكلموا على سوق الجمله، الفلاح السلعه نتاعو في سوق الجمله. نعطيك مثلا على سبيل المثال البطاطا، بطاطا اليوم الفلاح راه تستقام له تقريبا ب 50 دينار وراه يبيعها ب 30 32 دينار في سوق الجمله.